اليوم قضت المحكمه الابتدائيه بالرباط واصدرت حكمها بخصوص الدعوى التي عرضت على انظارها والمتعلقه بايقاف بث مسلسل فتح الاندلس على القناه الاولى. المحكمه طبعا قضت بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في الطلب استنادا لمقتضيات مادة 152 من قانون المسطرة المدنية. بغيت نوضح واحد العملية، هو أن ظهرت مجموعة من العناوين التي تقول على أن هناك يعني تزكية للمسلسل. نقول على أن المحكمة بتت في الجانب المتعلق بالاختصاص فقط ولم تتصدى لموضوع الدعوة، وفي حيثيتها أسست حكمها بناء على هذا المعطى. اعتبرت على أن القضاء الاستعجالي لا تتوفر العناصر أو عنصرين أساسيين لإنعقاد الاختصاص له. على أي نحن بصدد دراسة حيثية هذا الحكم يعني التشاور مع موكلنا لتقديم طعن باستئناف هذا الحكم، لأننا لازلنا نعتقد على أن لازلنا نؤمن ونقتنع بأن الدعوة تستوعبها مقتضيات المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية والاختصاص ينعقد للقضاء الاستعجالي، لأننا أمام عنصر استعجال، حال استعجال قصوى مرتبطة ب يعني نشر بث الحلقات على مدار كل يوم بشكل يومي، وبالتالي نحن يعني كل يوم كتنشر فيه حلقة راه هو بالنسبة لنا كنعتبره من ناحية يعني القانونية ضرر، وبالتالي عنصر استعجال قائم. أيضا حتى البت في موضوع الدعوة قد يتم البت ظاهريا يعني دون المساس بحقوق الأطراف. هذه الأمور هذه طبعا باش نبينوا الفرق ما بين القضاء الاختصاص ديال القضاء الاستعجالي والقضاء الموضوع خصنا وقت باش نشرحوا هذه العملية، ولكن يكفي الإحالة على مقتضيات المادة 152 وباقي المواد التي تنظم اختصاص القضاء الاستعجالي، وغادي ممكن المتتبعين اللي بغى ياخذ صورة على هذا المعطى القانوني يرجع لهذا البنود هذو. اللي كيهمنا حنا على اننا الان يعني عندنا بصدد دراسه الحكم وحيثيته لتقديم طلب الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي طبعا، ونحن نعتبر على ان هذه مرحله ابتدائيه، هذا حكم ماشي نهائي، كاين باقي عندنا باقي يعني جوج ديال المراحل ديال الطعن، وأن موكلي لا زال متمسكا بمواصلة إجراءات التقاضي، لأن اختيار هذا المسلك ديال اللجوء للقضاء والأمور خصنا نوضحوها ونستغل هذا المنبر ديالكم، لأن كنشوف مجموعة من التعليقات التي تقول على أننا نسعى إلى مصادرة الفن والتضييق عليه. نحن أهل الفن ونحن مع حرية الإبداع، مع أن توفر للإبداع الفني مساحة شاسعة من الحرية، ولكن خصنا نوضحوا بأن الفن ما عندوش واحد الحرية مطلقة في تناول المواضيع مختلفة وفي يعني المس بحقوق الأفراد، المس بمعتقدات الدينية للأفراد، المعتقدات الوطنية، القيم الوطنية. الفن له حدود وله رسائل يتعين أن ينضبط لها. عندما يمرر الفن رسائل في قناة عمومية، خصوصاً من كيتعرض في قناة عمومية، كيمرر الرسائل كتمس بالدين، كتمس بثوابت ديال البلاد، كتمس بالتاريخ ديال البلاد، كتمس بالاعتبار الشخصي للمواطنين بالتاريخ ديالهم برموزهم، أعتقد أن من حق أي مواطن بل من الواجب اللجوء للقضاء والمطالبة بإيقاف ماشي مصادرته. نحن ماشي حنا خصنا نفرقوا بعد العمل، حنا ما كنسعوش من خلال هذه الدعوة إلى مصادرة العمل الفني أو إتلافه أو الحجر عليه، فقط نطالب بعدم عرضه في قناة عمومية. هذا هو المطلب المحوري لدعوانا، وبالتالي لا يجب التأويل الدعوة وتسويقها على أساس أنها ملاحقة كما يحدث في مصر وفي بعض البلدان في واحد الحقبة معينة. لا مجال للمقارنة. نحن نطالب بحماية وسائل الإعلام العمومية من نشر محتويات فنية أو أعمال فنية تسيء للأفراد، تسيء للقيم الوطنية، تسيء لتاريخ البلاد. هذا هو المسعى ديال هذه الدعوة، هو المسعى الذي استند عليه السيد راشد بوهدوز لتقديم هذه الدعوة. طبعا هذا الحكم ماشي
كما قلت ماشي نهائي. القضاء لم يقول كلمته النهائية في هذه الدعوة، لا زالت أمامنا مراحل أخرى للطعن لممارسة يعني حقوق الطعن، وننتظر نحن بصدد إنجاز عريضة الطعن بالاستئناف، ونتمنى أن يتجاوب قضاء مرحلة الدرجة الثانية مع ما سنسجله من وسائل استئنافية في طعنينا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.